السفر إذا كان يدور مدار المشقة كما قلت قبل قليل، بعد الظهر قد ما تقطع لازم تضل صايم، لا بتصلي عصر موضوع تاني. طيب قبل الظهر سؤال أخت، عندما يكون الإنسان جاي من بنت جبال على بيروت، جاي من الهرمل على بيروت، وهو عارف حاله بيقدر يوصل ويروح ويرجع، يعني بيقدر يجي مثلا من النبطية على بيروت ويرجع قبل ما يأذن الظهر على النبطية، هون هل يجب أن يبقى صائم في الطريق؟ يستطيع أن يفطر؟ نعم يستطيع أن يفطر لأنه مسافر، لكن ويستطيع أن يبقى الصائم. ولكن لو علم أنه يستطيع أن يرجع إلى بلده إلى وطنه وعارف أنه مش راح يأذن الظهر وهو على الطريق، يعني تزول الشمس وهو في الطريق، ويستطيع أنه يرجع على وطنه قبل أذان الظهر، يجدد نية الصوم ويبقى صائم. هون يجب تجديد نعم نية الصوم. نعم يجب أن يبقى صائم. لكن في شغلة بيسألونا فيها كتير، واحد مستعجل يجي ليوصل على بلده قبل ما يوصل حد الترخص وأذن، لم يتناول مفطر على الطريق. هيدي كتير بتصير، بتصير كتير، حريص كذا إلى آخره، وقع بعجة، مثل البلد اللي نحن فيه، وقع بعجة حريص جدا إنه بيقضي هالشغلة، بزور هالمريض وبرجع وبجدد نية صومتي وبضلني صايم، وقع بعجة أذن الظهر وهو في الطريق لم يتناول المفطر، شو بيعمل بهالحالة؟ في مثل هال إذا كان في الطريق هو، نعم قلنا أدركه الزوال وهو في الطريق، هون أفطر خلص، ما عادش فيه يعني يلحق يوصل على وطنه ويجدد نية صوم ويحسب له يوم، حتى لو بعد مسافة قليلة يعني من وطنه. إذا لازال في طريق السفر ولم يفطر خلص بتناول المفطر، لكن المسألة هون هو يؤذن في الطريق ولم يصل إلى بلدي ولم يصل لحد الترخص، وإجا على ضيعته ورجع وما أكل شيء وما تناول مفطر، بيقولوا بده يقضيه هذا اليوم، بده يقضيه، طيب سمحت بده شيخ، يظل ممسك ويقضيه، نعم لأنه ما تناول المفطر ورجع إلى بلدي. Thank you.